من عمق طرابلس إلى ما بعد العزيزية، جغرافيا ممتدة ومترامية الأطراف، تخوض فيها القوات المسلحة حربا ضروسا لا ترحم ضد التشكيلات المسلحة. الجمعة ومنذ الصباح تركزت الاشتباكات في محيط معسكر حمزة وتحديدا في شارع المطبات. مصادر 218 من طرابلس أكدت سيطرة الجيش على معسكر حمزة الذي يعتبر نقطة في عمق مناطق نفوذ التشكيلات المسلحة، بل إن السيطرة عليه تفتح للمهاجمين أكثر من خط باتجاه التقدم نحو مناطق أخرى. فضلا عن شارع المطبات ومحيط معسكر حمزة، احتدمت المواجهات العنيفة بين الجيش والتشكيلات المسلحة في منطقة الهيرة بعد هدوئها لمدة أسبوع عقب تقدم كبير أحرزه الجيش الذي تقدمت وحدته من منطقة سوق الخميس. اليوم صارت أصوات المدافع الثقيلة تسمع بوضوح جدا في منطقة بن شحاوة خلف معسكر العكرمي المعروف جدا لدى سكان منطقة العزيزية النازح أهلها منذ الرابع من إبريل. وبالحديث عن النزوح، أفاد مصدر لـ 218 نيوز بنزوح عائلات من مشروع الهضبة مقسم فرحات، ما يدل على أن التراجع هو سمة التشكيلات المسلحة في تلك المنطقة مع انتظار بقية الأيام التي حتما ستوضح أشياء أخرى.